صلى على النبي كده يا ابن خالتي، ابو مكة هيخليك تشوف الشربيني ومن غير ما تحس بأي حاجة. هتجمع لها حرف ال ال كده يا ابن خالتي، وهنعمله كوكتيل طبقات. هنجيبوا الطبقة التانية يا ابن خالتي كده ونوزعوها واحدة واحدة على المعلقة يا ابن خالتي. يا حركاتك يا تكاتك يا ابن خالتي، هتوزع واحدة واحدة كده يا ابن خالتي، وتيجي تخش بالطبقة التالتة على طول يا ابن خالتي على المعلقة، واحدة واحدة كده يا ابن خالتي، وهتوزع برضك يا ابن خالتي. يا حركاتك يا تكاتك يا ابن خالتي. ابو مكة خلاك الشيف الشربيني من غير ما تحس بأي حاجة. وبعد كده الميك اب اللي مزهقنا بيه ومطهقنا بيه ابو مكة في كل فيديو، التركية والروقان بتاع ابو مكة، وسوس كراميل، متابعة ولايك وكومنت لذيذ منك يا ابن خالتي، وحركة اكسبلور. والسلام عليكم.